دكتور محمد حلمي استشاري القلب معهد القلب القومي. والله انا يعني حابب ادي نصايح عامه للوقاية من امراض القلب المختلفه، سواء قصور الشريان التاجي او جلطات في الشرايين التاجيه او ضغط الدم. الحقيقه يعني اهم حاجه في صحه القلب ان انت كل يوم تحافظ على انك انت تمشي نص ساعة. لو انت مشيت نص ساعة كل يوم، سواء انت مثلا بعربيتك او كده، تركن العربية في مكان شغلك مكان بعيد وتمشي نص ساعة، سواء بتروح النادي تمشي نص ساعة، سواء انت مثلا حد كبير وبيصلي ممكن لو جامع بعيد يمشي نص ساعة. يعني ما تحرمش نفسك انك تعمل رياضة المشي يوميا لمدة نص ساعة، ده هيحميك مبدئيا من اي امراض القلب. حاجه تانية بالنسبه للضغط، طبعا لازم تحافظ ان ضغطك، ان اكلك يبقى مظبوط بعيد عن الاملاح والحاجات اللي هي ممكن ترفع الضغط، يعني الحاجات اللي هي جبنه رومي مثلا والحاجات اللي هي والمخللات والحاجات دي كلها. لازم تتعود انك انت تاخد كميات قليله منها، يعني ما تزودش في الكميات اللي تاخدها منها. بالنسبه للاكل الدهون، طبعا تبعد عن الدهون الثلاثيه، يعني اكلك بالزيت، يعني ابعد عن السمنه خالص، انساها خالص في الاكل موضوع السمنه ده. اكلك بالزيت، زيت عباد الشمس او انواع الزيوت الاخرى، بس تبقى بعيد عن السمنه، خاصه لما تبقى بعد الأربعين سنه. وانت صغير بتبقى الامور دي ما تقدرش تتحكم فيها قوي، بس بعد الأربعين سنه لازم تتحكم في اكلك، ان انت اكلك يبقى اكل صحي قليل الملح، ما فيش دهون، كتر من الاسماك قوي، كل انواع الاسماك، بس ابعد عن يعني او قلل من الجمبري والاستاكوزا والاسماك المدهنه، ما تبقاش بدرجه كبيره. احنا قلنا تنظم المشي كل يوم، وبعدين قلنا طبيعه الاكل. ثالث حاجه، لو حصل لك يعني بدايات مرض مثلا ضغط عالي او في دهون في الدم او حاجه زي كده، تعمل تحاليل بانتظام نسبة الدهون في الدم قد ايه، وتشوف بقية المعامل والتحاليل اللي هي تخص مرض امراض القلب، ولو لقيت حاجة فيها مختلفة تروح للدكتور المختص ويكتب لك علاج وتمشي على العلاج بانتظام. لو احتجت بعد كده بقى جراحات او احتجت تعمل قساطر او حاجة، تعملها بسرعة برضو ما تأخرش، ان كل حاجة بتتطور بعد كده وبتؤدي لحاجات مش تمام. يعني هو انت لو مشيت على النصايح اللي انا بقولها ديت، ان شاء الله قلبك يبقى بصوره جيده وهتبقى مستمتع بحياتك بصوره افضل.